القاهرة محمد هشام، محلل الأسواق المالية في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ محمد. أسعار النفط تراجعت تراجع طفيف كان لها اليوم، لكنها لا تزال في المستوى المرتفع. هل سنشهد تراجع خلال الفترة المقبلة بعد جهود الصين لاحتواء أزمة الفحم؟ بالفعل تتداول أسعار النفط حاليا عند أو بالأدنى قليلا من أدنى مستوياتها في عدة سنوات، وذلك بسبب استمرار أزمة امدادات الطاقة حول العالم في الوقت اللي تراجعت أو انخفضت فيه درجات الحرارة في الصين، مما أدى إلى ارتفاع أو زيادة المخاوف ليه في الأسواق بشأن إذا كان مستهلك أكبر مستهلك للطاقة في العالم هو الصين، بإمكانها تلبية الحاجات أو الاحتياجات المحلية في الصين. وبالفعل عقود خام برنت على سبيل المثال بتتداول عند أعلى مستوياتها من حوالي 3 سنوات، وكذلك خام غرب تكساس بيتداول أدنى من أدنى أعلى مستوياته في 7 سنوات تقريبا منذ أكتوبر عام 2014. ولو لاحظنا خلال الفترة الأخيرة أو الشهرين الأخيرين على سبيل التحديد، من بداية شهر سبتمبر ارتفع خام برنت حوالي 19%، وخام غرب تكساس ارتفع بحوالي أكثر من 20%. ولو قسنا من بداية عام 2021 هنجد أن أسعار النفط ارتفعت تقترب بنسبة 70% خلال من بداية عام 2021. لكن خلال تداولات النهاردة أو بدأت أسعار النفط في التراجع بنحو طفيف، وده بعد جهود الحكومة الصينية أو السلطات الصينية بتكثيف جهودها لمحاولة السيطرة على الارتفاعات المستمرة أو الارتفاعات القياسية في أسعار النفط، وأعمالها بشكل مكثف على عودة عمال مناجم الفحم للعمل بكامل طاقتها مع تحركها في لمواجهة أكبر أزمة في الطاقة لها منذ سنوات. أيضا في التعاملات المبكرة اليوم تراجعت أسعار الفحم هو اللي أدى بدوره إلى تراجع أسعار أو انخفاض أسعار النفط بشكل طفيف خلال تداولات النهاردة. كمان اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين بتعمل أو بتشير أنها هتعمل على استعادة أسعار الفحم لمستويات معقولة عشان تقدر تجابه الأزمة الحالية في أسعار الطاقة. لكن بشكل عام أسعار النفط أو سوق النفط هو يتخذ اتجاه صاعد وفي طريقه لمزيد من الارتفاعات، ومن المحتمل أن نشهد مزيد من الارتفاعات على خلفية أن الأزمة الحالية تشجع الأسواق على التوجه إلى الخام النفط بديلا عن الفحم والغاز الطبيعي التي ارتفعت أسعارها لمستويات قياسية وأدت إلى تحول الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة إلى النفط الخام. طيب، وزير النفط العراقي توقع أن تصل أسعار النفط إلى $100 للبرميل في الربعين الأول والثاني من العام المقبل، هل تتفق مع ذلك؟ بلا شك، في ظل الظروف الحالية المحيطة في بأسواق النفط من المحتمل أن تشهد الأسعار مزيد من الارتفاع، خاصة أن السوق في الوقت الحالي بيظهر عجز في ناحية العرض، وهو الأمر اللي بيشجع على سحب كميات كبيرة من المخزون، وبالتالي من المحتمل أو ربما نشهد مزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أيضا أن احنا نشهد استمرار العجز الحالي خلال عام 2022. الأمر اللي ممكن يساعد أيضا على مزيد من المكاسب لأسعار النفط هو تخفيف القيود في جميع أنحاء العالم مع التسارع في إعطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا، أيضا يساعد على تعافي الاستهلاك الوقود، أيضا كما ذكرت منذ قليل التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة، ممكن الخيار دوت أو الخيار التحول إلى النفط بدلا من الغاز الطبيعي من الممكن أن يزيد الطلب أو يعزز الطلب على النفط بحوالي 450 ألف برميل خلال الربع الأخير من عام 2021. أيضا من أحد العوامل اللي ممكن تساعد على استمرار مكاسب أو استمرار ارتفاعات أسعار النفط هو دخول فصل الشتاء اللي ممكن يؤدي إلى تفاقم أزمة المعروض النفطي، وهو الأمر اللي هيعزز من أسعار النفط في ظل أزمة الطاقة اللي بيعاني منها العالم في الوقت الحالي في ظل نقص في الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء، هو ممكن من الأمر اللي هو يعزز من الطلب على النفط الخام
منخفض التكلفة كبديل للأسعار القياسية التي وصلت إلى الفحم والغاز الطبيعي. وعلى الأرجح ممكن أن تشهد أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم مرتفعة إلى وقت قريب. نعم. الآن منظمة أوبك بلاس كيف من الممكن أن تتعامل مع ارتفاع الأسعار من جهة والمخاوف من تراجع الطلب من جهة أخرى؟ بصورة عامة توقعاتكم للاجتماع القادم لأوبك بلاس؟ بالفعل شاهدنا العام الماضي كيف انهارت أسعار النفط وكيف دعم اتفاق أوبك وحلفائها على تعافي أسعار النفط التي انهارت خلال عام 2020 بعد أزمة جائحة كورونا. لذا فإن منظمة أوبك وحلفائها بينظروا إلى الوضع الحالي من وجهة نظر متوسطة إلى طويلة الأمد، وتريد المنظمة أن تشهد أو أن ترى مستويات الطلب على النفط تتجاوز أو فوق مستويات 100 مليون برميل، وترغب أو لا ترغب في رؤية انهيار مرة أخرى لأسعار النفط التي شاهدناه العام الماضي. ومن المتوقع خلال الاجتماع القادم أن تقيم منظمة أوبك وحلفائها الوضع الحالي وما هو متوقع أو ما هو قادم خلال الفترة القادمة على المدى المتوسط إلى المدى البعيد، خاصة أن في يوليو الماضي اتفقت أوبك وحلفائها على زيادة تدريجية بنحو 400 ألف برميل يوميا حتى منتصف العام المقبل تقريبا، وهي ستنظر أو ستتخذ قراراتها بناء على الوضع الحالي والمستويات السعرية الحالية، وهي لا ترغب كما ذكرت أنه لا ترغب في رؤية انهيار أسعار النفط مرة أخرى. نعم. معهد البترول الأمريكي أظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي، كيف سيؤثر ذلك على السوق برأيك؟ السوق بالفعل تحت الضغوط بعد بيانات معهد البترول الأمريكي اللي أظهرت بياناته ارتفاع في المخزون بمقدار 3.3 مليون برميل في الأسبوع السابق، يعني أكثر من التوقعات. أيضا تنتظر الأسواق اليوم بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي من المتوقع أن يرتفع أيضا المخزون أو مخزونات النفط الأمريكية بحوالي 2.6 مليون برميل يوميا. لكن من ناحية أخرى مخزونات البنزين أو ونواتج التقطير الأمريكية والتي تشمل الديزل والتدفئة وقود الطائرات تراجعت بشكل أكثر من المتوقع، وهو الأمر الذي يشير أو يعطينا دلالة على زيادة الطلب على النفط الخام في الوقت الحالي. فمن الممكن أن تضغط ارتفاعات في مخزونات النفط الخام على الأسعار لبعض الوقت، ولكن كما قلت أن أسعار النفط في تتجه أو تتخذ مسارا صاعدا منذ بداية عام 2021 ومنذ قبل ذلك أيضا، فمن المتوقع أن تضغط قليلا على الأسعار، ولكن ستظل أسعار النفط في مسارها الصاعد خلال الفترة القادمة على الأرجح. نعم. الآن على الرغم من اتجاه البنوك المركزية لتخفيف إجراءات التحفيز الاقتصادي، لكن شاهدنا ارتفاع الذهب وتراجع الدولار، ما سبب ذلك برأيك؟ بالطبع أسعار الذهب هي تتذبذب بشكل كبير خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات الرئيسية واستقرارها عند أعلى مستوياتها منذ سنوات. ومن ناحية أخرى الأسواق تنتظر وتراقب العديد من البيانات للبنوك المركزية والتي قد تتجه لتجديد سياستها النقدية خلال الفترة القادمة، لذلك سنشهد خلال الفترة المقبلة تذبذب كبير على أسعار الذهب، ومن الممكن أن نرى بعض التراجعات للدولار الأمريكي الذي يتداول حاليا بالقرب، مؤشر الدولار بالتحديد بالقرب من أعلى مستوياته في عام تقريبا، وسيراقب المتداولون الفترة القادمة أو الشهر القادم بالتحديد اجتماع الفدرالي الأمريكي لرؤية ما إذا كان الفدرالي سيتخذ خطوة جدية نحو تجديد السياسة النقدية بداية بتقليص برنامج شراء السندات. أيضا ستراقب العديد من البيانات المهمة للغاية قبل نهاية عام 2021، وهي بيانات سوق العمل التي خيبت الأمل مؤخرا،
كل هذه البيانات او الاداء الاقتصادي للاقتصاد الامريكي هي ما تشجع او ما تدعم الاسواق تنتظر خلال الفتره القادمه، ونشهد بعض التقلبات السعريه في الذهب والدولار الامريكي. وعلى الرغم من ان التضخم هو الامر الذي يساعد الذهب بشكل كبير على الارتفاع، يعد هو الخطر الاكبر على الاقتصاد الامريكي خلال العام المقبل، وذلك لان مسؤولي الاحتياط الفدرالي او صناع السياسه يرون ان التضخم هو مجرد اسبابه مؤقته وسيزول مع مرور الوقت. ولكن نظرنا او لاحظنا او سمعنا امس تصريحات من بعض اعضاء الاحتياط الفدرالي ان اذا زادت مخاطر التضخم خلال الفتره المقبله ربما او من الافضل ان يقوم الفدرالي بالتوجه لتجنيد السياسه بطريقه اكثر عدوانيه او مور اجريسيف، وهو ما سنراه خلال اجتماع الفدرالي في نوفمبر القادم، وما تظهره البيانات الاقتصاديه خلال الفتره قبل نهايه عام 2021. نعم، البيانات الاقتصاديه الضعيفه للصين والولايات المتحده كيف يمكن أن تؤثر على معنويات المستثمرين فيها؟ البيانات الضعيفة بدأت بالفعل في الصين، وهي التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو الذي يعاني حاليا من أسوأ أزمة طاقة منذ سنوات. وشهدنا تباطؤ في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2021 من 7.9% إلى 4.9%، وهو أدنى مستوى نمو لها في الصين في عام. ويظهر ذلك لنا أن الصين بدأت تفقد عزم التعافي الكبير الذي شهدناه بعد جائحة كورونا. وجدير بالذكر أن الصين هي كانت أول الاقتصادات التي تعافت ما بعد جائحة كورونا، ثم تلاها العديد من الاقتصادات الرئيسية في العالم. وبالتالي فنحن نشهد الآن عودة الصين أو تباطؤ البيانات الاقتصادية في الصين، والتي ربما تنعكس بشكل واضح على الاقتصاد العالمي أيضا.